اهلا بيكم من جديد. النهارده وافق اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه على قبول دفعه جديده من الطلبه الراغبين في الالتحاق بكليه الشرطه من الحاصلين على الثانويه العامه او الازهريه بنسبه 65% بدءا من يوم الخميس المقبل ولمده اسبوعين. واكدت القيادات الامنيه انه لا مكان للمحسوبيه او الوساطه وان العبره باجتياز اختبارات القبول وتوفر الشروط العامه في المتقدم حتى يتسنى له الالتحاق بالكلية. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع له. وافق السيد الفاضل مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الثانوية الأزهرية. تم إعلان قبول دفعة جديدة بناء على موافقة السيد الوزير العام الدراسي 2016-2017. من أهم الشروط الجوهرية للتقدم لكلية الشرطة هو الحد الأدنى المجموع 65%، أن والدي الطالب يتمتعان بالجنسية المصرية من غير طريق التجنس، أن الطالب يكون لم يسبق عليه الحكم بعقوبة جنائية في أحد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو وقعت عليه عقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن توفر في الطالب شروط الصحية اللي هي بتطلبها المجلس الطبي المتخصص في هذا الشأن، أن يكونش طالب متزوج أثناء الدراسة بالكلية، وأن ما يتجاوزش سنه 22 سنة في أول أكتوبر 2016. بعد اختيار الدفعة إن شاء الله بيتم قبول الطلبة، بندخل الطلبة على مدار الأربع سنين بنعمل لهم برنامج رياضي وانضباطي وتدريبي على مدار الأربع سنين، إن شاء الله بإذن الله يكون الطالب مؤهل للالتحاق به كتائب الأمن وضباط في الخارج. هنفتح شبكة الإنترنت يوم 28 زي ما احنا أعلننا، وبيدخل الطالب باسمه ورقم قومي، بيبقى قدامه اختيارات 3 أيام بيجي يعمل الاختبار الأولي اللي هو القدرات، وهنبتدي إن شاء الله بإذن الله من يوم 30/7 أول اختبار لنا وتعامل مع الطلبة إن شاء الله.